كانت قناة إقرأ نعم عملت مقابلة مع الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي، نعم وهذا رئيس هو منظمة رابطة العالم الإسلامي. نعم. نعم قالت له: يا شيخ عبد الله، يعني كلامكم كثير وعملكم قليل. قال للمذيع الذي أجرى معه المقابلة: من نحن؟ قال: أنتم العلماء. قال: خلاص، قد أجبت عن سؤالك، نحن علماء. صحيح. وليس نعم وليس تحت أيدينا الأموال، وإنما يخاطب بذلك الحكام. اللهم المستعان. كلمة صحيحة هذه. نعم.